حاول العلماء منذ عقود إنشاء مصدر غير محدود للطاقة، حسناً غير محدود تقريباً، ولكن إن هذه الطاقة لا تنبعث منها أي كربون أو نفايات مشعة طويلة العمر، حيث أنه يجادل العلماء بأن الاندماج يمكن أن يحل مكان الفحم والغاز والانشطار النووي في مزيج الطاقة إلى جانب طاقة متجددة التي يمكن أن تكون غير موثوقة. يمكن أن يساعد هذا في تقليل بصمتنا الكربونية بشكل كبير إذا تمكنا من التعلم والتعرف عليها وأيضا كيفية التحكم بها، فإن الاندماج النووي يمكن أن يغير الحياة كما نعرفها. بدأت الفكرة من ملاحظة الفيزيائي البريطاني فرانسيس ويليام أستن أن 4 ذرات هيدروجين أثقل من ذرة هيليوم واحدة. الفيزيائي الفلكي البريطاني سير آرثر أذنغتون اكتشف أن حرق الشمس للهيدروجين وتحويله إلى هيليوم يطلق نحو 7% من الكتلة المكافئة للطاقة. يجب عدم الخلط بين الانشطار النووي والاندماج النووي. بالانشطار تنقسم الذرات في محطات توليد الطاقة النووية أو في القنبلات الذرية، أما في الاندماج النووي تتصادم الذرات مولدة الطاقة. لماذا الاندماج صعب للغاية؟ لأن الحرارة اللازمة لإحداث تفاعل مستدام مرتفعة جدا، فإن المواد التي سيتم استخدامها لاحتواء التفاعل قد تذوب بشكل طبيعي، والبديل هو استخدام المجالات المغناطيسية لتغليص البلازما الناتج، وبالتالي إبقاء البلازما ضمن مسافات معقولة بعيدا عن الجدران الداخلية للمفاعل، ولكن هذا يطرح بعض المشاكل في حد ذاته. ومع ذلك فإن التكنولوجيا المستخدمة لإنشاء حقول مغناطيسية قوية ليست متقدمة بما فيه الكفاية، على الرغم من أننا قريبون جدا من تحقيق المطلوب. تتمتع الطاقة النووية بمزايا تتفوق بها على الطاقة المتجددة، وهي القدرة على توليد الكهرباء عند غياب الشمس أو هبوب الرياح. ينتج الاندماج مخلفات غير مشعة يمكن إعادة تدويرها كلياً خلال 100 عام، على النقيض من البقايا النووية السامة التي تنتجها مفاعلات الانشطار النووية اليوم. ليس هناك فرصة لحصول تفاعل خاطئ، لأن أي خلل سيوقف عملية الاندماج، مما يعني أن مفاعلات الاندماج لا تتعرض لخطر الانصهار النووي. إنها مصدر نظيف للطاقة مقارنة مع الفحم والغاز الطبيعي والنفط الخام. يمكن أن تعمل مفاعلات الاندماج على ماء البحر، مما يوفر مصدر متجدد للطاقة. منذ حوالي 30 عام قررت مجموعة من الدول الصناعية تنفيذ مشروع وتطوير مصدر طاقة جديدة وأكثر استدامة. هذه هي الطريقة التي ظهر بها آيتر، أو المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي، أكبر مشروع اندماج نووي حراري شهده تاريخنا وحضارتنا بأكملها، حيث أنه في جنوب فرنسا تحديدا في مدينة كاداراش تعاونت حوالي 35 دولة في بناء أكبر جهاز توكماك في العالم. هذه الأدلة عبارة عن جهاز اندماج مغناطيسي مصمم لإثبات جدوى الاندماج على نطاق واسع ومصدر للطاقة خال من الكربون. فإن توكماك هو الجهاز الذي يأخذ المعايير الرئيسية في الاعتبار، وهو قادر أيضا على إنتاج مجالات مغناطيسية قوية تستخدم لتقييد البلازما والتحكم بها. هناك 3 معايير رئيسية يجب الوفاء بها من أجل تحقيق الاندماج النووي الحراري في المختبر. أولاً، درجة حرارة عالية جداً تصل إلى حوالي 150 مليون درجة مئوية. ثانياً، كثافة الجزيئات البلازما الكافية من أجل حدوث التصادمات. ثالثاً وأخيراً، وقت الحبس الكافي لحمل البلازما التي تميل إلى التمدد بحجم محدد، ومن خلال هذه العملية يتم فصل الإلكترونات من النواة التي تحول الغاز إلى بلازما. حل مشاكل الاندماج النووي قد يكون بمثابة حل مشكلة الطاقة في العالم، ولكن العقبات الحالية تحتاج سنوات لتجاوزها. يتوقع بعض الباحثين أن تكون طاقة الاندماج هي المصدر الرئيسي لمعظم كهرباء العالم في حلول 2100، لكن الوصول إلى طاقة الاندماج قد يضر بالدول المنتجة للوقود الأحفوري. لذلك قد يتعين على المملكة العربية السعودية المساهمة بشكل فعال في الأبحاث المتعلقة بالطاقة بشكل عام وطاقة الاندماج النووي بشكل خاص. فالطاقة هي المصدر الرئيسي لدخل المملكة، وقد تكون طاقة الاندماج هي طاقة المستقبل في البعيد غير العاجل.